لقاء اكيد جميل طبعا، لقاء جميل اكيد كويس كويس، لان طبعا الدوله احنا نثق فيها يعني، اه هي اللي جايبه اللقاء وهي اللي متوليه الموضوع، اكيد طبعا المنظومه هتبقى كويسه ان شاء الله طالما فيها الدوله باذن الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. يا فندم معايا واحد عادي. بكل متابعينا في اليوم السابع بدايه وفود المواطنين لتلقي اللقاح داخل مستشفى اللين المركزي، دي البدايه ونتابع مراحل تلقي اللقاح. يلا يا جماعه اللي بيصور بس عشان في واحده بعد كده، فماشي ما فيش شويه يا دكتور خالد بس بعد اذنك. ايوه يا حاجه صح، ازاي؟ الحمد لله والله اكبر. ايوه هي الفيديو، الفيديو انت كده في الفيديو، الفيديو هيتنش على المواقع. براحتك لا لا براحتك 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 براحتك. طب ماشي ما احنا شغالين اهو، هتديك زعل يعني. موت يا صاحبي، ايه المشكلة لما كله بيموت يعني؟ جت عليك ايه؟ لسه الفريق الطبي، لسه الفريق الطبي والله، احنا لسه الفريق موجودين معاك. ازي حضرتك؟ الله يخليك. عامل ايه؟ الحمد لله والله. اتعرف بحضرتك. عايزك محمد عبد العزيز الدياهي. قول لي بقى رايك في اللي وفرته الدوله لتطعيم ضد فيروس كورونا. والله حاجه كويسه، احسن من كده ما فيش والله. والله ما في احسن من كده. واشكر الرئيس واشكر الجيش واشكر الشرطه واشكر كل شيء والله على اللي عمله ده. ما فيش حد بيعمل كده والله. ده انا مسجل بقالي يومين اتنين بس. انت ليك يومين بس؟ يومين بس والله، جه على طول التسجيل. ببص النهارده لقيت كده بيقول لي تعالى مستشفى جليل. تعالى مستشفى جليل. اي والحمد لله، هي جليل كذا. تمام. والحمد لله يعني، ونشكر السيد الرئيس ونشكر السيد المحافظ والسيد الدكتور خليل منصور مدير المستشفى. لقيت اي صعوبه من ساعه ما دخلت هنا؟ والله حاجه، انا جاي الساعه 12 الحمد لله، الساعه دلوقتي كانت 12 ونص لوحدها. اه ده رضا الحمد لله بخير، ربنا يديك الصحة. ربي الله يكرمك. تقول ايه لاهالينا في المدن والقرى في محافظة كفر الشيخ؟ العمر واحد والرب واحد، بيجي الطعام واللي ربنا عاوزه هو بيعمله. وبدون تطعيم خلاص لو يحصل لك حاجة ما يحصل. هي دي عايزة كده. يجي الناس تيجي تتطعم. هو التطعيم ده يعني مطلوب. وبعدين حاجة يعني لو مش مصلحة ما كانتش تعمل، الناس بتدور عليك وانت دلوقتي ما انتش لاقي، مش عارف مصلحتك. يجب ان انت تيجي وفيه يعني نظام 100% واحسن نظام هو ماشي وتمام الحمد لله. وطعمنا والحمد لله هو. ربنا يديك الصحة يا رب. يديك الصحة. احسن مكان واحسن مستشفى واحسن مدير مستشفى. كل متابعينا في اليوم السابع احنا داخل مستشفى اللين المركزي، ومع طبعا مع المتلقين للعلاج. اتعرف بحضرتك؟ ماري عزة اسعد من كفر الشيخ. من كفر الشيخ. حضرتك؟ امان حليم رمزي من كفر الشيخ. اهلا بحضرتك. محمد سعد البستو من دسوق. من دسوق، جاي من دسوق. قولي لي ايه رايك بقى في الخطوات لتلقي لقاح كورونا؟ هي خطوات سهلة خالص، بنسجل تحت. احنا طبعا سجلنا الاول على الكمبيوتر، جبعتوا لنا رسالة النهاردة قالوا لازم تتواجدوا في المستشفى، جيت انا مع والدتي عشان تاخده، وسجلنا تحت تاني في الكمبيوتر وطلعونا هنا، وخدت المصل وهي قاعدة زي الفل اهي، والحمد لله واحنا مبسوطين خالص. تقولي بقى ايه يا ست الكل؟ اقول اشكر ربنا ان خدت المصل وكويسة خالص، ونشكر المستشفى كلها والدكاترة والممرضات والممرضين
واي واحد ما يخافش ياخد المصل هو ما فيش خوف ابدا والحمد لله على كده. ربنا يديكم الصحه يا رب. ربنا يديكم الصحه. حضرتك اتعرف بحضرتك؟ محمد سعد البستاوي من دسوق. انت جيت خدت المصل النهارده؟ جيت خدت المصل النهارده ده اول يوم. الاستقبال كويس جدا. سجلت اسمي على الكمبيوتر تحت وطلعت فوق لقيت مدير المستشفى والاطباء. مقابله ممتازه جدا وخدت اللقاح. وبعد ما خدت اللقاح قعدت في الغرفه اللي جنب الغرفه اللي بيدفع اللقاح عشان لو حصل اي مضاعفات ولا اي حاجه في دكتور قاعد معانا متابعنا. والحمد لله بقول للناس كلها ان هي تاخد اللقاح وما فيهوش اي خوف ولا اي حاجه. وتحيا مصر وتحيا الرئيس السيسي وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. بدأت اليوم في مستشفى المركزي بقلين عمليات تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا إقبال من المواطنين لتلقي اللقاح. السلام عليكم. أتعرف على حضرتك؟ سعيد فهم الشناوي الجداوي. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. قولي بقى اللقاح بفلوس ولا مجاني؟ لا مجاني طبعا. مفيش ولا مليم. مفيش ولا مليم. ولا مليم. انت جيت النهارده وخدت اللقاح؟ جيت النهارده وخدت اللقاح النهارده في نفس اليوم. سجلت امتى؟ سجلت يوم اول يوم ما طلع القرار على طول. اول يوم بعتوا لك قالوا لك تعالى عشان اللقاح. قالوا لي يوم 4/3 تروح قلين. فجيت النهارده قلين. انا من كفر الشيخ. انت من مدينه كفر الشيخ وجيت هنا قال لي مستشفى قال لي المركزي حسب الرساله اللي جت لك. طيب تقول ايه لكل المواطنين سواء في كفر الشيخ او بره كفر الشيخ؟ اقول لكل المواطنين يتقدموا ياخدوا العلاج. ما كانش هيفيد مش هيضر. وحاجه مجانا وبلاش والدوله مشكوره مش مخلياك تعمل اي مجهود. بامانه ربنا والله العظيم لقيت تعب لقيت تعنت ولا حسيت حتى بالحقنه ولا باخدت حسيتش بالحقنه والله. انا فكرت ان انا لسه ما خدتها. ما الدكتور خلص وانا فكرت لسه. ايوه انا راحت مش حاسس يعني. والله بقول لك احلف لك بالله. لا صادق يا حبيبي صادق والله العظيم انا خدتها فكرت ان انا ما خدتها لسه. تمام. انا بس طيب حضرتك بقول لك قول لي برضو علشان الناس تعرف من ساعة ما دخلت. احكي لي من ساعة ما دخلت المستشفى. من ساعة ما دخلت المستشفى سجلت اسم تحت بيسجلوا ثلاثة بثلاثة والثلاثة بيطلعوا ينتظرهم يخشوا ياخدوا اللقاح ويروحوا. ينتظر ربع ساعة ويروح. يعني انت دلوقتي هتستنى ربع ساعة وتروح؟ ربع ساعة ويروح. ما لقيتش أي تأخير؟ ما لقيتش أي عقبة؟ ولا أي عقبة. طيب هل تم إجراء الكشف الطبي عليك الأول؟ تم اجراء كشف طبي في غرفه غير الغرفه بتاع اللقاح. يعني غرفه للكشف الطبي وبعدين غرفه للقاح. غرفه للكشف الطبي والحراره والضغط وبعدين غرفه للقاح. ما شاء الله ربنا يديك الصحه. ربنا يخليك. بعد اللقاح كمان بينتظر المريض علشان نطمن عليه ان مفيش اي حاجه ظهرت عليه. احنا طبعا شغالين من بدايه اليوم وده مش اول مريض. والمرضى الحمد لله في ناس خرجت بالسلامه من الصبح. يعني الحاج تقريبا رقم 35 او 40 لحد دلوقتي ولسه مستمرين. تمام. الاستاذه الدكتوره مديره المستشفى زي حضرتك قولي لي يعني ايه الاجراءات علشان المواطنين اللي هم هيتوافدوا الايام اللي جايه دي؟ ان شاء الله. ايه الاجراءات علشان تعالي كده بس عشان الضوء معلش. ايه الاجراءات بيتبعها المواطن علشان ياخد اللقاح؟ ان شاء الله بنبدا من الساعه 9 كل يوم ما عدا بكره ان شاء الله ما فيش الجمعه لحد الساعه 5. بيبقى فيه انتظار حد منتظرهم على البوابه بوصلهم لاوضه الانتظار مع التسجيل. وبعد التسجيل بيطلع لنا فوق في اوضه ثانيه للطبيب المعالج بيكشف عليه بيشوف عنده فيه حاجه بيعاني منها ولا لا. او بعد كده هو بيخش على اوضه التطعيم وكله ياخد المصل بدون اي زحمه بدون اي تعب بدون اي مجهود بدون مقابل. واحنا في خدمه المواطنين كلهم ان شاء الله. تمام. باشمهندس علي سلامه رئيس مركز ومدينه قلين نائبا عن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
بتتابع هنا من هنا من مستشفى قلين عملية اعطاء اللقاح ووصول اللقاح ووصول المواطنين. تقول ايه لأهالينا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دي خطوة عظيمة وشيء مهم جدا في خلال الفترة الزمنية اللي احنا عايشينها دلوقتي. طبعا جائحة فيروس كورونا الدولة بتبذل قصارى جهدها للحد من انتشار هذا المرض، سواء عن طريق العلاجات اللي واللقاح اللي الدولة بتوفره حاليا. بطلب من كل الاخوة المواطنين ان هم يتقدموا لتسجيل اساميهم علشان يتم اخذ اللقاح للحد من ظاهرة هذا الفيروس. الدولة مقدمة كل السبل الراحة للمواطنين، بداية من التسجيل على شبكة المعلومات، تجهيز مستشفى قلين المركزي على مستوى محافظة كفر الشيخ بكل الاستعدادات الطبية والأطقم الطبية اللازمة لاستقبال كافة المواطنين. احنا متواجدين هنا من الصباح الباكر في انتظار وصول المواطنين علشان يتم اخذ العلاج لفيروس كورونا. طبعا الحمد لله احنا ما عندناش اي تزاحم هنا، هو اليوم النهاردة اول يوم بالنسبة للقاح. تقريبا احنا عندنا المستهدف النهارده 100 مريض النهارده هياخد اللقاح. لحد دلوقتي احنا تم تطعيم حوالي 32 او 35 مواطن. الحمد لله كل الامور بتصير بسهوله ويسر، وباذن الله احنا كلنا موجودين لخدمه المواطنين، وباذن الله يتم نجاح اللقاح ويتم تعميمه على كافه المواطنين ونجاحه باذن الله ان شاء الله.